وصلنا فقرة العيديات، راح أسأل الكادر كل واحد سؤال. طارق، آخر عيدية إيش وقت ماخذها؟ قبل 3-4 سنين. أربع سنين ماخذ عيدية؟ قبل 3-4 سنين. حيدر أكيد أنت تطلع عيدية. بس أريد أعرف السيكونس مالك، من كبير صغير بصغير كبير. شو العلاقة؟ لا ما العلاقة. أوكي، إذا أنا أصغر منك. طين عيدية. آخر عيدية إيش وقت ماخذها؟ طين أنت عيدية. واضح؟ آخر عيدية. كم دل؟ لا حبين كلش كبير. يعني من 10 سنوات نقول. منك 7 سنوات ولا تسألني بعد؟ والله؟ أبد. حياتي ما باخذ عيدية، فراح أنطي عيدية. أوكي؟ أوكي. شباب راح ننطي. أوكي؟ ننطي كلنا مو؟ عيدية طبعا. يلا. يلا. كل واحد ينطي عيدية. يلا. مين بلش؟ فوت. يلا بلش. أنت فوت. أنا بلش؟ حيدر أول واحد. حيدر يلا. أعزلهم. كرامتي بخير. أصدقائك أعزلهم. كرامتي بخير. أوكي؟ أخذهم سعيدة. أخذهم سعيدة. روح لي غادر يا حيدر. أخذهم سعيدة. روح لي غادر يا حيدر. سعيدة. يلا تعالوا. تعالوا. فلنغادر. تعال طارق. احنا خلينا نروح. باي باي. باي باي. الله يعطيكم. شوفكم خير. هسه نشوفكم هنا. إن شاء الله. يلا. تعال. مع السلامة. يلا.